فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال كرره سائله وطلب عرضه، يقول: ما واجب أهلي وإخوتي علي وواجبي عليهم، علما أن فيهم من كان سببا في توبتي، فأرجو من فضيلتكم توجيهي، لأنه قد حصل بيني وبينهم كثير من المشاكل. الواجب صلة أقاربك، صلة الأرحام، هذا واجب وفرض، فرض عليك صلة الأرحام، حتى لو قطعوا وأساءوا إليك فأنت تسمح وتعفو عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. حقهم عليك الصلة والإحسان القولي والفعلي، ولو أخطأوا في حقك مشروع أن تعفو عن الناس والعافين عن الناس، فكيف بأقاربك وأرحامك؟ أولى بأن تعفو عنهم. أما إذا كنت ما تصل إلا من يصلك، هذه مكافأة ليست صلة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حتى الوالد الكافر، الوالد الكافر تتجنب كفره، ولكنك تبر به وتحسن إليه وتصله، حقه لا يسقط، حق الصلة لا يسقط عنك، لكن لا تتبعه على دينه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم.